أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين وفي عناوينها. ضربات جديدة للمقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف لشركة يوديفات للصناعات العسكرية وتجمعات الاحتلال عند بوابة فاطمة، وقصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ، واعتراف إسرائيلي بالمزيد من الإصابات. ومجازر إسرائيلية في جنوب لبنان والبقاع، شهداء وجرحى بتجدد القصف الإسرائيلي على صور بعد إنذارات إسرائيلية لإخلاء أجزاء واسعة فيها. هاي في وحدة ورا كمان. وفي غزة الاحتلال يواصل مجازره شمالي القطاع ويحاصر مستشفى كمال عدوان ويعتقل المئات، والمقاومة تستهدف دبابات في قلب جباليا المحاصرة. مفاوضات الدوحة تدخل يومها الثاني. مصادر للسي ان ان تستبعد تحقيق تقدم كبير قبل الانتخابات الأمريكية، وإعلام تل أبيب يكشف ربط جبهة لبنان بغزة، وعائلات الأسرى تحذر إسرائيل لن تنجو كدولة دون إعادة أسرانا. إصابة القائد مروان البرغوثي وعدد من رفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجد، والاحتلال يمنع حق الزيارة لعائلات أسرى. وفي اليمن وتحت عنوان ليسوء وجوهكم، تدريبات بحرية ومناورات حول حرب المدن والمناطق الجبلية والصحراوية والتصدي لهجمات واسعة على الأراضي اليمنية إسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني. مصادر الميادين تؤكد مهاجمة فصائل في المقاومة بعدد من المسيرات قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية في سوريا، ودوي أصوات الانفجارات داخلها. أهلا بكم. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان العمل بمرحلة تهجير كامل مستوطنات الشمال وصولا إلى شمال حيفا، وبعدما أطلقت أول من أمس تحذيرا واضحا إلى المستوطنين في 25 مستوطنة لإخلائها، تستمر المقاومة بعمليات القصف والاستهداف المباشر لهذه المستوطنات. هذا في وقت اعترف الإعلام الإسرائيلي بإصابة 7 جنود خلال 24 ساعة الماضية عند الجبهة الشمالية مع لبنان. والآن نشير لهذا العاجل. إذن جيش الاحتلال رصد حوالي 30 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية بعد ظهر اليوم، وسقوط عدد منها في الجليل الغربي والأعلى، وهذه مشاهد لهذه الصواريخ التي عبرت من الأراضي اللبنانية بعد ظهر اليوم وسقوط عدد منها في الجليل الغربي والأعلى. ونحن نشاهد هذه المشاهد أيضا. ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام، ومن هذه يعني المشاهد وبالتزامن مع اجتماع الحكومة الإسرائيلية، يعني تواصل المقاومة ذاك المستوطنات بالصواريخ، كيف يمكن قراءة المشهد اليوم؟ تحياتي. أرى في الحقيقة نتنياهو صاحب شعار نحن لا نفاوض إلا تحت النار، اليوم يذوق من هذا الطعام، وفي حين رئيس الموساد يجوب الشرق الأوسط ويتوسل الوسطاء في العواصم، ترى بأن الصواريخ تدق القواعد العسكرية والمستوطنات، وأيضا الطرف الآخر لا يفاوض إلا تحت النار. قيمة هذه الصليات التي تأتي في مثل هذا اليوم
هو رد على واستجابة فورية على شعار نتنياهو أنه لا مفاوضات إلا في ظل استمرار إطلاق النار وعدم وقفه، وهذا ما يجعل الإسرائيليين في زاويتين. واحد أنه اليوم انتهت عطلة الكنيست 3 أشهر، وعاد أعضاء الكنيست وعاد الكنيست للعمل، وبالتالي بدأت المساءلات وبدأت التصريحات وبدأت الأحزاب والكتل. ليبرمان قال اليوم أعطوني إنجاز عسكري واحد أنجزته الحكومة الإسرائيلية في غزة أو في لبنان أو مع إيران، وهذا كلام قاسي من زعيم كتلة حزبية وكذلك غيرها. وحين أرادوا مناقشة الموازنة صرخ في وجوههم أهل الأسرى الإسرائيليين وقد احتلوا غرفة في الكنيسة وقالوا لهم هذا ليس وقت النقاش عن المال، هذا وقت العيال، يعني هذا وقت أولادنا أن تعيدوهم. الآن مع عودة الكنيسة للعمل سيكون أثمان لكل عبارة ولكل شعار سياسي، وبالتالي القتال شرس في جنوب لبنان. إسرائيل لا تواجه كالعادة بنزاهة، وإنما تسعى إلى تدمير القرى وقصف المدن من أجل الضغط على المقاومة، ولكن هذا لا يجدي نفعا على المدى البعيد. نعم ناصر، فيما يتعلق بالمفاوضات أيضا الجارية في الدوحة، يعني السي ان ان تقول بحسب مصادرها بأنه تستبعد تحقيق تقدم كبير قبل الانتخابات الأمريكية، ولكن يعني اليوم استمرار وجود هذا الوفد الإسرائيلي في الدوحة يعطي إشارات إيجابية بحسب مصادر أخرى عن إمكانية التقدم. ماذا عن ردود الفعل داخل إسرائيل على هذه المفاوضات اليوم؟ أولا أعتقد أن السي إن إن لا تعرف شيء عن المفاوضات، بل هي تقصد الانتخابات الأمريكية، هي تريد ربط المفاوضات حول الصفقة بالانتخابات الأمريكية وهذا هو ما يهمها. لكن على صعيد الصحفيين الإسرائيليين أيضا لم يكونوا يعرفوا شيء عن الصفقة، ولولا الرئيس المصري السيسي كشف الأمر لما عرفوا، وهذا صدمهم وهذا جعلهم يتخذون موقفا سلبيا أنه ليسوا هم الذين أتوا بالخبر. واضح أن المفاوضات سرية، لكن مما بدأ يرشح أن هناك حديث عن معبر رفح في موقع والله، وهناك حديث عن دفعات الأسرى الفلسطينيين، دفعات كبيرة لإطلاق سراحهم. نتنياهو قال قبل قليل إذا كان الأمر يتعلق بيومين هدنة وإطلاق سراح 4 أسرى إسرائيليين أنا موافق، أراد بذلك أن يطفئ النار ولهفت أهل الأسرى الإسرائيليين. لكن عرض كهذا أصلا غير موجود على الطاولة. من قال أنه سيطلق سراح 4 جنود إسرائيليين مقابل وقف إطلاق نار يومين؟ المقترح المصري كان وقف إطلاق نار يومين وسحب القوات ليتسنى المفاوضات، ليتسنى للأطراف المفاوضات على ما بعد ذلك، وأربعة أن يكونوا أول دفعة تجريبية لمدى التزام إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى بضمانات مصرية. على كل حال من الأحوال الإسرائيليون الذين يخشون بأن الوقت ينفذ منهم، وهم الذين كانوا متأنين في القتال مع قطاع غزة، الآن هم يضربون في اللحم الحي للأسرى الإسرائيليين وهم المتعجلون. ولا أعتقد أن حركة حماس أو المقاومة اللبنانية تحتاج إلى نصائح، فهم خبراء في العقلية الإسرائيلية. نعم أشكرك كل الشكر ناصر لحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا من بيت لحم. كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية أنه في إطار سلسلة عمليات خيبر استهدفت شركتا يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة. هذا وبثت المقاومة الإسلامية قبل قليل مشاهد من عملية استهداف هذه الشركة في منطقة بارليفة الصناعية بمسيرات انقضاضية. Thank you.
كذلك أعلنت المقاومة الإسلامية أنه في إطار سلسلة عمليات خيبر استهدفت شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها بدقة. وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان نشرت مشاهد توثق تصدي المقاومين لتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدتي الطيبة ورب 30. قبل استكمال النشر نذهب إلى الحلانية في البقاع، معنا من هناك مراسل الميادين أحمد طه، يبدو أنه لديه مستجدات. أهلا بك أحمد، ماذا لديك؟ يارا التحية، ما أنا موجود في بلدة الحلانية الواقعة في جنوب شرق مدينة بعلبك. كنا على الجهة الأخرى وهي الجهة الأساس التي حصلت منها هذه الغارة التي استهدفت منها طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنيين سكنيين. هو الاستهداف كان لمبنى، لكن لحجم قوة هذه الغارة كما نردد دائما ونكرر دائما، أدت غارة واحدة إلى هبوط مبنيين. سنحاول أن نذهب بالصورة قدر الإمكان فقط لتستطيعون معاينة حجم هذا الدمار. نتحدث عن مبنى أساسي، هذا المبنى كان مؤلف من طبقتين، نصفه انهار بشكل كامل. أما على الجهة المقابلة يارا، هو مبنى سوي بشكل كامل بالأرض، أصلا لم يعد هناك ملامح حتى في الجهة المواجهة بشكل مباشر. هذا المبنى أيضا تضرر. عندما نتحدث عن هذه الغارة نتحدث عن مساحة واسعة دمرتها هذه الغارة. أصلا نحن نتحدث عن قرى بقاعية، البيوت تكون فيها مجاورة لبعضها، متلاصقة في بعض الأحيان. هذه الغارة أدت إلى استشهاد شخصين ليسوا من أصحاب البيت المستهدف إنما من جيرانه، أيضا أدت إلى جرح 7 آخرين. لا أدري إذا كنا نستطيع أن نتقدم قليلا. هذا الدخان وهذه السحب التي تشاهدونها هو من عمليات الإطفاء التي تجري في هذا الوقت من خلال الدفاع المدني. يارا نحاول أن نقترب قدر الإمكان بعدسة الزميل وسام الترك، لأن ذلك معاينة مباشرة، معاينة ميدانية، هو رصد دائما نحاول أن نقوم به يارا، فقط لتفنيد كل ادعاءات جيش الاحتلال الذي يتحدث عن أهداف متعلقة بحزب الله. هذا إن كان هناك من يريد أن يسمع ويرى في العالم، يعني نحن نسير مسافات طويلة من على هذا الركام فقط لتفنيد ما قد يدعيه جيش الاحتلال. انظري يارا وكأنه مشهد من فيلم بكل صراحة، يعني لا يمكن وصفه. ثواني وسام خليك معي، لا يمكن أن أصف فعلا ما نشاهده بالعين المجرد. ثاني وسام تقرب، عفوا يارا، فقط لأنه التحرك ليس سهلا. هذه الحفرة يارا هي حفرة أدت إليها بهذه الغارة، هذا الدمار. روح معي لو سمحت وسام، مساحة هي واسعة جدا، نتحدث عن بباري مؤلفة من طبقتين أو 3 طبقات حتى، دمرت بشكل كبير في المواجهة. مثلا نحن نتحدث عن مئات الأمتار تسببت هذه الغارة بأضرار إما جزئية أو بشكل كبير، وبالتالي هو إجرام، هو تدمير ممنهج. ما هو تعريف الإبادة يارا إذا لم يكن هذه إبادة؟ يعني ما يفعله الاحتلال في غزة على مدار سنة يقوم به في لبنان وبشكل ممنهج. كنا صباحا في غارة استهدفت بلدة شمسطار البقاعية، أدت إلى استشهاد شخص وجرح 4 من عائلته بينهم طفلان. عندما نتحدث عن أطفال يارا، يعني كل ما هو متناثر متعلق بالأطفال، متعلق بالتعليم، بقايا طعام، أثاث، حقيبة مدرسية يارا، حقيبة مدرسية. اعذرونا بس لانه فعلا التحرك هنا شبه صعب. انا يعني نصر عن الى ان نقترب
نصر لأن نقترب كثيرا من مكان هذه الغارات فقط عن جد للتوثيق، لنقول الميادين حاضرة عند كل غارة تستهدف فيها بها طائرات الاحتلال الإسرائيلي أي مبنى أي مكان لتوثيق هذا الإجرام. إن لم يكن للعالم الصامت، للعالم الذي يرى ولا يريد أن يتحدث، للأجيال المقبلة يجب أن يعلموا مع أي احتلال يتعامل، إن كان أهل لبنان وإن كان أهل فلسطين. فعلا الدمار لم أشهد منه في كثير من المرات السابقة، هي مباني كبيرة دمرت إما بشكل كلي أو بشكل جزئي. يارا فقط أريد أن أشدد وأؤكد على فكرة أنها غارة من صاروخ واحد، لك وللمشاهد فقط هو أن يتخيل حجم المتفجرات الموجودة بكل صاروخ يلقى على بلدة بقاعية، على مكان يستهدف في البقاع أو في كل المناطق اللبنانية. فعلا يعني نعم. التدمير لا يمكن وصفه. يارا هذه الصورة من بلدة الحلانية. نصر فعلا أن نأتي لتعاينه، ليعاين العالم، ليرى العالم هذه بصمات إسرائيل في هذه الحرب. هو يقول أنها ليست حرب على اللبنانيين وعلى الشعب اللبناني. هذا ماذا هنالك؟ فقط أحد يقول لنا هذه معاينة، نحن في رسالة مباشرة بعد دقائق من غارة. ماذا هنالك؟ يارا أعتذر، أعود إليك، أترك لكم الصورة فقط لتعلموا عن ماذا نتحدث. نعم أحمد، يعني بالفعل حجم دمار كبير جراء غارة بصاروخ واحد استهدفت مبنى وأدت لسقوط أكثر من مبنى وإحداث دمار واسع في بلدة الحلانية، قرية الحلانية شرق بعلبك. أشكرك كل الشكر أحمد طه، وأرجو أن تبقى آمنا. هذه الصورة من الحلانية تبقى معنا، وننتقل ونحن نتابعها أيضا لجنوب لبنان إلى صيدا هذه المرة، ومراسل الميادين من هناك جمال الغربي ليضعنا أيضا في آخر المستجدات لديه. أهلا بك جمال. أهلا بك يارا. يعني قبل قليل رصدنا إطلاق صلية صاروخية متوسطة المدى باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا باتجاه شمال مدينة حيفا. صافرات الإنذار دوت في مدينة حيفا والمنطقة المحيطة بها، هذا ما رصدناه قبل حوالي دقائق من هذه الرسالة. أيضا يعني رصدنا قبل قليل يعني إطلاق صلية صاروخية، أكثر من 30 صاروخ أطلقوا من لبنان باتجاه يعني الجليل الغربي ومدينة نهاريا. هذه الصواريخ على ما يبدو بأنها ذات قدرة تدميرية كبيرة، ومن الواضح بأن حزب الله بدأ يعني أو المقاومة بالأحرى بشكل عام بدأت بتنفيذ تهديداتها باستهداف المستوطنات التي دعت المستوطنين إلى إخلائها فورا. أكثر من 30 صاروخا باتجاه كما ذكرت الجليل الغربي وأيضا مدينة نهاريا. أيضا كان هناك استهدافات عديدة ولكن لم تتبناها المقاومة بشكل رسمي. كان هناك استهدافات عديدة قبل حوالي الساعة تقريبا باتجاه تجمعات للاحتلال الإسرائيلي في إطار المعارك الدائرة، وتحديدا في منطقة القطاع الشرقي كان هناك استهدافات يعني أطراف كفر كلا، أطراف مستوطنة المنارة، مستوطنة المطلي. هذه المناطق كانت عرضة للاستهدافات من قبل المقاومة سواء بصليات الصواريخ أو بالقذائف المدفعية. المقاومة حتى الآن أعلنت عن 9 عمليات، من بين هذه العمليات استهداف مصنع للصناعات العسكرية في عكا في منطقة بارليف الصناعية في مدينة عكا، وهي وهي شركة يونيفات للصناعات العسكرية. المقاومة قبل قليل بثت فيديو مصور لهذه العملية، وتم عملية الاستهداف تمت يعني من خلال طائرة مسيرة. المقاومة قالت بأن الهدف أصيب بدقة من قبل المسيرة الانقضاضية التي استهدفت هذا المصنع العسكري. وبالفعل المقاومة عرضت هذا الفيديو قبل قليل وبينت للعالم كله بأن قدراتها حاضرة وتستطيع أن تصل إلى المكان الذي تريده من خلال الفيديو الذي عرضته المقاومة. أيضا في بيانات المقاومة كان هناك عدة استهدافات، وتحديدا يعني أطراف بلدة كفركلا 4 مرات، أطراف بلدة كفركلا
حيث تتواجد مجموعات لجيش الاحتلال استهدفت بشكل متتالي. كذلك الأمر ميدان مستوطنة المنارة ومرجليوت، كان هناك تجمعات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مرتان. هذا فيما يتعلق يعني بأبرز عمليات المقاومة. أيضا لابد من الإشارة بأن أيضا يعني كريات شمونة كانت عرضة للاستهداف، هذه المستوطنة كانت عرضة للاستهداف يعني من قبل المقاومة وليست أهداف عسكرية، بل استهدفت المقاومة تنفيذا للتهديدات التي كانت قد أعلنت عنها قبل يومين. فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية، نبدأ من مدينة صور، هذه المدينة اليوم التي تعرضت إلى ما يشبه بحزام ناري، 7 غارات نفذتها الطائرات الحربية باتجاه يعني أحياء عديدة في المدينة، 7 غارات من الطائرات الحربية إضافة إلى غارة من مسيرة، يعني يمكن القول بأن هناك 8 غارات استهدفت مدينة صور فقط وسط المدينة. هذا الأمر أدى إلى دمار وخراب كبير في المناطق والأحياء التي استهدفتها إسرائيل. أيضا فجر اليوم كان هناك مجزرة ارتكبتها إسرائيل في مدينة صور وتحديدا في حي الرمل، علما بأن عملية رفع الأنقاض انتهت قبل قليل، والمعلومات بحسب وزارة الصحة تشير إلى ارتقاء 7 شهداء فضلا عن عدد من يعني من الجرحى. فيما يتعلق أيضا يعني بقرى قضاء صور، هذه المنطقة أيضا اليوم كانت عرضة لاستهدافات بشكل مكثف. نحن نتحدث فقط عن الاستهدافات في الساعات القليلة الماضية، كان هناك غارة باتجاه شعيتي زبقين لقليلي، هذه المنطقة أيضا التي كانت عرضة لأكثر من 10 غارات أيضا مسيرة يعني استهدفت بلدة أرمدية، هذه البلدة التي تقع ضمن قرى قضاء صور، والمعلومات تشير بأن الاستهداف هو لنقطة تابعة للدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، وهذا أمر بتنا نعتاد عليه. إسرائيل تستهدف كل شيء، تستهدف حتى الفرق الدفاع المدني، وهذا ما حصل سابقا ويحصل اليوم بحسب المعلومات الأولية. صعودنا باتجاه يعني محافظة النبطية وقرى قضاء النبطية، كان هناك استهدافات متكررة لمنطقة تلة علي الطاهر، هذه التلة التي تقع بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقى، هذه المنطقة استهدفت على عدة دفعات، قبل حوالي ساعة استهدفت آخر مرة، ولكن صباحا هذه المنطقة بإضافة يعني إلى محيط أرنون ويحمر أشقيف كان هناك 5 أو 6 غارات بحسب المعلومات الأولية. عرب صليم كان هناك استهداف إسرائيلي لهذه المنطقة، غارة من طائرة حربية استهدفت وسط بلدة عرب صليم. أيضا كان هناك غارة استهدفت بلدة السرفند، هذه البلدة التي تقع ضمن قرى قضاء صيداء. نعم. فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية في منطقة بنت جبيل، إسرائيل نفذت يعني ما يشبه حزام ناري بين منطقة قلواهي وبرج قلواهي. نعم. أكثر من يعني 7 أو 8 غارات استهدفت هذه المنطقة. الجيش اللبناني وعندما كان يعمد، نعم، على فتح الطريق يارا، تم استهداف الجرافة التي يستخدمها الجيش اللبناني في فتح الطريق، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد عناصر الجيش اللبناني جراء هذه الاستهدافات. نعم. أشكرك كل الشكر جمال الغربي، مراسل الميادين، كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان. وبالعودة لسياق النشرة، وفي بيانات نشرت تباعا، أكدت المقاومة الإسلامية تنفيذ 4 استهدافات صاروخية على تجمع لقوات الاحتلال عند بوابة فاطمة الحدودية، كما هاجمت مرتين تجمعا لجنود الاحتلال بين مستوطنتي المنارة ومرجليوت، وأعلنت استهداف كريات شمونة، وذلك بعيدة إصدار الإعلام الحربي في المقاومة رسالة تحذير جديدة للمستوطنين تطلب منهم إخلاء كريات شمونة، ويتضمن عبارة عليكم إخلاؤها فورا. إنذار المقاومة الإسلامية في لبنان الأخير بإخلاء 25 مستوطنة إسرائيلية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بماذا ينذر وما هي أهميتها؟ التفاصيل مع علي مرتضى. تحذير جديد تطلقه المقاومة الإسلامية في لبنان، تحذير طار معظم المستوطنات الإسرائيلية الممتدة من عكا ونهرية في الغرب، مرورا بكرمائيل في الوسط، وصولا إلى روشبينا وصفد وكريات شمونة في إصبع الجليل. وما بين هذه المناطق 21 مستوطنة إسرائيلية، يسود همعلاء، إلت هشاحر، حتصور هجليليت، معلوت ترشيحة، إيفن مناحم، شمير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نيفيزيف،
كتسريم كفر حنينيا منوت بيتها عميك كفر فراديم راشيم بيريا كدمات تسيبي باريو حي. انذار حزب الله كان واضحا إلى كل المقيمين في هذه المستوطنات، يطلب الإخلاء فورا، فقد تحولت مناطقكم إلى مناطق انتشار واستقرار لقوات الإسرائيلية العسكرية التي تهاجم لبنان، وبفعل ذلك أصبحت هذه المناطق أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في حزب الله، حيث تستخدم المنازل والمنشآت المدنية الإسرائيلية في هذه المستوطنات كغرف عمليات عسكرية، هذا فضلا عن نشر منصات القبة الحديدية ومرابض المدفعية في المحيط هناك. التحذير هذا هو الثاني من نوعه بعد إصدار مسيرة الهدود الأخير الذي حدد مناطق عسكرية في حيفا ضمن دائرة الاستهداف، وفعلا جرى تكثير النيران باتجاهها واستهدافها على نحو متكرر، كالمنطقة الصناعية في الكريوت والقواعد البحرية والجوية في مدينة حيفا، الأمر الذي ينذر بأن حزب الله سيرفع مستوى استهدافاته في المناطق التي تم التحذير من البقاء فيها. وبجانب أهمية هذه الاستهدافات العسكرية وضروريتها في مسار الحرب، إلا أن هذا التحذير يكتسب أهمية أخرى تأتي ضمن سياق منع تحقيق أحد أهم أهداف الحرب، وهو إعادة المستوطنين إلى حياتهم الطبيعية في الشمال. ليقول حزب الله إن العملية العسكرية البرية أتت بنتائج عكسية على صعيد عودة المستوطنين. علي مرتضى، الميادين. مرحلة إيلام العدو التي أعلنها نائب الأمين العام لحزب الله يبدو أنها تسير كما هو مخطط لها. الضربات القاسية يتلقاها الاحتلال من حيث لا يحتسب، ولعل أبرزها تلك التي تطال مصانع أو مواقع حساسة تثير التوجس لدى الاحتلال وقادة جيشه. تقرير أحمد محي الدين. ضربات المقاومة غير متوقعة من قبل الاحتلال، فبقدر الإيذاء الذي يطاول المرافق المدنية اللبنانية أتى الرد أكثر إيلاما وفي أماكن حساسة محصنة بأعطى الوسائط الدفاعية. سرب من المسيرات أطلقتها القوة الجوية في حزب الله ضربت منطقة بارليف التي تحتوي على مصانع عسكرية قرب عكا. إذاعة جيش الاحتلال اعترفت بفشل القبة الحديدية في اعتراض المسيرات، وأن حزب الله ضرب بدقة مصنعا لتجميع مكونات الطيران في المنطقة الصناعية في بارليف في الجليل الغربي، وأوضحت أن المصنع المستهدف ينتج مكونات الطيران للصناعات الدفاعية والمدنية. وتقع ضمن هذه المنطقة شركة يوديفات للصناعات العسكرية، أحد المصانع في المنطقة يعنى بإنتاج القطع الميكانيكية عالية الجودة والدقة للطائرات، ولا سيما ما يرتبط منها بأجهزة القيادة والتحكم. وأنشئ المصنع عام 77 وهو تابع لشركة باز لمكونات الطيران، كما أن نحو 50% من مبيعات الشركة الإسرائيلية موجه إلى عملاء دوليين في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. الضربة من شأنها أن ترفع منسوب التوجس لدى حكومة نتنياهو وجيشه الذي باشر التحقيق في الحادث بحسب قوله، إذ ثمة مواقع نووية تبدأ في ديمونا حيث المفاعل الأساسي، وفي نحال سوريك شمال تل أبيب حيث تقام مختبرات يجري فيها تخطيط وتصميم الأسلحة النووية، وكفار زخريا حيث تخزن الصواريخ، فضلا عن موقع يوديفات الذي يجري فيه تركيب القذائف النووية، فيما تنتج الصواريخ في أقسام أخرى من الموقع. قاعدة البانمحيم في جبال القدس التي جرت فيها أغلب تجارب إطلاق الصاروخ أريحة، بئر يعقوب وهو موقع يتم فيه إنتاج صواريخ أريحة 2 وحيتس، إلى موقع علبون الذي تحتفظ إسرائيل فيه بأسلحة نووية تكتيكية، وموقع تل نوف وهو قاعدة جوية تحوي طائرات F-16 التي تمت ملاءمتها لحمل القذائف النووية. كل هذه المواقع أهداف للمقاومة سواء بالصواريخ أو المسيرات أو أي مفاجآت مخبأة لأوانها. أحمد محي الدين، الميادين. ف
في المقابل واصل الاحتلال عدوانه على لبنان، لا سيما على الجنوب، حيث نفذ غارات عنيفة بعد ظهر اليوم على مدينة صور، وكان ارتكب مجزرة في حي الرمل بمدينة صور أدت إلى ارتقاء 7 شهداء. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 10 أشخاص بجروح. واحدة هناك وراء هذيك البنايات لك. هيك في وحده ورا كمان. خلص خلصوا الشضايا، نزلوا كلهم معي في شيء. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت يتكشف حجم التدمير الممنهج الذي ينفذه جيش الاحتلال ضمن عدوانه المستمر. الميادين عاينت الدمار وسجلت انهيار مبنى في برج البراجنة من جراء الغارات السابقة. عباس صبغ. هنا الضاحية الجنوبية لبيروت، هنا الدمار الممنهج في كل مكان وفي كل حي وفي كل زاوية. مباني سكنية بأكملها سويت بالأرض بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل على الضاحية الجنوبية وعلى بيروت ولبنان بأكمله للشهر الثاني. هذه المباني يدعي جيش الاحتلال بأنها منشآت عسكرية. ننظر إلى هذا الأثاث وإلى هذا ما تبقى من المباني السكنية. ننظر إلى راجمات الصواريخ التي يتحدث عنها جيش الاحتلال. بعض أهالي هذا الحي يتفقدون ما كان يعرف بمنازلهم المدمرة. هذه البنايات كلها موجود فيها عائلات وناس، طلاب مدارس، وفيها مطبخ أكل للناس، وغير صحيح أنه يوجد داخلها سلاح أبدا. هذه هي المنشآت العسكرية، ألعاب أطفال، مخدات، ما في وين فيها منشآت عسكرية. بس بالنهاية الحمد لله بإذن الله حننتصر وحنضلنا صامدين هون. خلال جولتنا في هذا المكان، هذا المبنى المؤلف من 4 طبقات انهارت طبقتان منه قبل لحظات. أثناء تبليغنا بحريق قريب جدا، حريق مبنى قريب جدا للمبنى اللي سقط من جراء الغارة، توجهت آليات الإطفاء لحتى تمنع الحريق انه يمتد من على المباني المجاورة. أثناء عمل رجال الإطفاء تعرض المبنى للسقوط. هذه عينة من الدمار الممنهج في الضاحية الجنوبية لبيروت، دمار في كل أحياء الضاحية الجنوبية. هناك مئات المباني قد تدمرت وتضررت جراء هذا العدوان الذي يدخل شهره الثاني، وهذا نموذج من هذا التدمير الممنهج ومن ادعاءات جيش الاحتلال بأن منشآت عسكرية تابعة للمقاومة في هذه الأمكنة. عباس صباغ من الضاحية الجنوبية لبيروت، الميادين. إلى غزة، ووسط قصف مستمر دخل حصار قوات الاحتلال لجباليا وشمال القطاع يومه 23. مراسل الميادين أفاد باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين من جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال في قصف للاحتلال استهدف تجمعا للمواطنين في جباليا البلد. هذا وتم قصف منزل في منطقة بلوك 7 شرق مخيم جباليا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أنه لم يتبقى في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع إلا طبيب واحد تخصص أطفال من بين كل التخصصات بعد أن قام الاحتلال باعتقال وترحيل كل الكادر الطبي في المستشفى. وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية بسرعة إفادة فرق طبية جراحية للمستشفى، كما طلبت ممن يملك مهارات جراحية الالتحاق بمستشفى كمال عدوان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجرحى والمرضى. الذي أيضا يعاني من يتم فتح. والوقوف على تفاصيل الأوضاع في مختلف مناطق قطاع غزة، معنا من خان يونس مراسل الميادين أكرم دلول. أهلا بك أكرم، دعنا في تفاصيل الأوضاع لديك. أهلا.
أهلا بك يارا وبكافة المشاهدين. يمكن القول يارا أن هناك عشرات الشهداء والجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية والعدوان المستمر. هذا العدوان صحيح أنه يتركز على شمال قطاع غزة، لكنه بالتأكيد لم يستثني بقية المناطق. وسط وجنوب القطاع كانت فيهما غارات إسرائيلية عنيفة. دعينا نبدأ من رفح، هناك قصف إسرائيلي لمنزل عائلة الشاعر. الحديث يدور عن أن هذا القصف الذي وقع في منطقة خربة العدس شرق المدينة نتج عنه عدد من الشهداء، وهناك عدد من المفقودين، ما لا يقل عن 7 مفقودين تحت ركام بناية قصفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. والمعلوم بأن مدينة رفح يمنع على مركبات الإسعاف أن تصل إليها. كذلك تم انتشال جثماني شهيدين هما أب ونجله في قصف إسرائيلي طاول عدد من المواطنين في ذات المنطقة وهي منطقة خربة العدس. وسبق أن كان هناك قصف إسرائيلي على مسيرة أو بمسيرة على مواطن، أو هذا القصف استهدف مواطن بالأحرى في شمال مدينة رفح، أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاده. في خان يونس هناك غارات إسرائيلية، آخر الغارات كانت تلك التي قصف فيها الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة الفخاري جنوب شرق المدينة، وكذلك عمليات القصف المدفعي تكاد لا تتوقف. وسط القطاع كذلك كان عرضة للقصف الإسرائيلي غارة إسرائيلية طالت عدد من المنازل في شمال مخيم النصيرات، نتج عنها على الأقل شهيد وعدد من الجرحى. أيضا هناك قصف إسرائيل بمسيرة ألقت قنبلة على تجمع للمواطنين في منطقة تلة لنويري شمال غرب مخيم النصيرات، أدت هذه الغارة الإسرائيلية إلى ارتقاء مواطن وإصابة آخرين. القصف المدفعي على مخيم البريج أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين. أيضا القصف الإسرائيلي الذي طاول سوق مخيم المغازي عبر مسيرة تحديدا من خلال إطلاق النار باتجاه المتسوقين أدى لاستشهاد طفل فلسطيني وهو نازح من سكان حي الزيتون في القاطع الشمالي من قطاع غزة. بالحديث عن مدينة غزة، الضواحي الجنوبية لحي الزيتون منذ ساعات الصباح يكاد فيها القصف المدفعي لا يتوقف. كانت هناك غارات على حي الشجاعية والدرج ومنطقة أيضا الشيخ رضوان، جلها استهدفت تجمعات للمواطنين أدت إلى ارتقاء واستشهاد وإصابة عدد من المواطنين. آخر هذه الغارات كانت في حي الزيتون باستهداف منزل لعائلة ياسين بين حيي الصبرة والزيتون على وجه التحديد بالقرب من مسجد بدر. حتى الآن تم انتشال جثماني شهيدين وعدد من الجرحى. في شمال القطاع المحرقة ما زالت مستمرة كما تفضلتم لليوم 23 على التوالي. قصف إسرائيلي في كل مكان، الشهداء بالعشرات في الشوارع والطرقات وتحت الركام. نتحدث عن انهيار تام لمنظومة الدفاع المدني، وبالتالي حتى المصابين يتعرضون للاستشهاد بعدما ينزفون لساعات وأيام من دون أن يتمكن المسعفون أو طواقم الدفاع المدني من نقلهم إلى المستشفيات. المستشفيات في الشمال كمال عدوان الأندونيسي يعني كذلك العودة في تل الزعتر كلها تتعرض للحصار والعدوان، وبالتالي أشبه بالخارجة من الخدمة. بعض المحظوظين من الجرحى إنجاز لي التعبير يتم نقلهم إلى المشفى المعمداني الأهلي العربي في مدينة غزة. هناك يعني طول أمد في الطريق، عادة ما يلفظ بعض الجرحى أنفاسهم الأخيرة قبل أن يصلوا إلى هذا المستشفى الذي هو بالأساس عبارة عن مركز طبي صغير لا يرقى لاعتباره مستشفى، ولكن تنعدم الخيارات أمام الناس، وبالتالي لا إمكانية لنقل هؤلاء الجرحى إلا إلى هذا المستشفى الذي يعاني بالمناسبة من ضعف كبير في الإمكانات والمستهلكات والأدوية حتى بما فيها تلك الخاصة بإسعاف الجرحى والمصابين لحظة القصف الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك أكرم دلول مراسل الميادين، كنت معنا من خان يونس. في غمرة هذا العدوان والحصار واصلت المقاومة تصديها للاحتلال. كتائب القسام أعلنت تدمير دبابة صهيونية من نوع مركبة بعبوة شواذ شرق جباليا، ونشرت مشاهد لهذا الاستهداف.
آلاف العوائل التي نزحت من شمال غزة باتجاه مناطق الغرب باتت بلا مأوى، وتوزع عدد منها على مخيمات اللجوء. كاميرا الميادين ترصد معاناة النازحين في أحد مخيمات اللجوء. محمود العواضية. نحن الآن في ملعب اليرموك في مدينة بعد اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون والأماكن المجاورة. أنا جيت من بيت لاهيا من مدرسة أبو تمام، نزحت من أول امبارح بالطيران بالدبابات، ما عايش إلا الأطفال كليتهم هيك، ولا شايف لا معي بطنية لا فرش لا قنيط مي لا أكل لا شرب ولا حاجة. وسحبت من الكروسة هذه شايفها من بيت لاهيا، والغبرة دبابات يهود ذبحونا ذبح. صار معنا كنا محجوزين في مدرسة الفلوجة أول شيء 10 أيام، وبعدين طلعنا نزحنا على عيادة الفخورة وقعدنا يمكن 9 أيام أو 11 يوم تقريبا، والقصف والدبابات وطيارات واليهود بعثوا لنا واحد طلعنا، وضلينا من الظهر مبارح لبعد العشاء وإحنا محجوزين، وجينا وضلينا في الشارع في الشمس، هنا لا دار ولا مأوى ولا حاجة. أنا من سكان بيت لاهيا، عشت طالما طول فترة الحرب تحت ظل القصف والتهجير، لكن أنا ما فرطت في أي شبر من أرضي، كنت ثابت على 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 أرضي وعلى أنا وأولادي. والله أنا مرت شهيد، وإحنا شنطتنا ورحنا من دار لدار من مدرسة لمدرسة، وبالآخر أنا ارتمينه، وهي أصغر ولد عندي وعندي بنت صغيرة، ومش عارفة وين بدنا نروح، والله الله بيعلم في حالنا، وبان بز معناش ولا إيش عندنا أكل ولا شرب ولا ما يحزنوا. وهاي انه حسبي الله ونعم الوكيل، اكثر من هيك مش هنقدر نحكي. ايه الفخوره فينا، الله عون اليهود، شفنا الموت في عينينا واحنا جايين، ايش بدي احكي لك لما احكي. لا في اكل ولا في شرب ولا في بسكر ولا في شيء، اقتلونا وريحونا، رشوا علينا كيماوي كلنا وريحونا، بكفي لحد هانو بكفي. احنا ابناء قطاع غزه، استوينا كفى، دورنا راحت، اراضينا راحت، ابنائنا راحت. اضل ما اضل شيء، اهوه الخيم مقابل قرى مقابل عباره 5 طبقات، ابنائنا مرميين في الشوارع، اين الدول العربيه؟ اين علمائنا؟ معاناه النزوح لا تنتهي، فالاف الناس الذين تركوا منازلهم قصرا بعد دخول اليات الاحتلال الاسرائيلي لكافه مناطق شمال قطاع غزه باتوا بلا ماوى في خيام لا تاويهم لا حر الصيف ولا برد الشتاء، في ظروف في غاية القهر والصعوبة. محمود العوضية من ملعب اليرموك بمدينة غزة الميادين. والآن نعود لبيروت، ومن هناك انضموا إلينا من محيط الضاحية الجنوبية مراسل الميادين علي مرتضى، أيضا ليضعنا في آخر المستجدات لديه. أهلا ومرحبا بك علي. تحية طيبة يعني من على أطراف الضاحية الجنوبية، ننقل لكم الأخبار الميدانية التي تحدث في الجنوب، لا سيما مع تطورات عديدة تحدث على هذه الجبهة ومتغيرات عدة دخلت، لا سيما بعد التحذير الذي أطلقه حزب الله بالأمس بالنسبة إلى المستوطنات. ما بالبداية دعيني أقول بأن هذه الرسالة أيضا ستقسم إلى 3 أقسام بين العمق وخلفية والتحام المباشر. بالالتحام المباشر اليوم تركزت النيران والاشتباكات في منطقة بوابة فاطمي بين عديس وكفر كلا. في تلك المنطقة تتجمع القوات الإسرائيلية التي تحاول أو تتقدم باتجاه الأحياء الجنوبية لعديسي والأحياء الجنوبية لكفر كلا، وتقوم بالتفجير والتجريف وما إلى ذلك، وتعتبر هذه المنطقة كأنها نقطة تجمع للقوات التي تأتي من ناحية فلسطين المحتلة باتجاه الأراضي اللبنانية، هي تعبر من المطلي باتجاه تلك المنطقة وتتمركز هناك. طبعا هناك رصد حزب الله 4 تجمعات ضربت 4 مرات ووقعوا بين قتيل وجريح قبل قليل. وزارة الصحة الإسرائيلية تتحدث عن أنه بال 24 ساعة الماضية وقعت 75 أو 57 إصابة في صفوف جنود الاحتلال نتيجة للمعارك الدائرة داخل الأراضي اللبنانية. بالنسبة للخلفية اليوم حزب الله والأمس أيضا يركز نيرانه باتجاه المستوطنات التي طلب إخلاءها، وهذه النيران من الواضح بأنها مكثفة للغاية. قبل قليل أطلقت صلية ما يقارب 30 إلى 35 صاروخا من النوعية الثقيلة، لا نتحدث عن صواريخ كاتيوشا، ربما نكون أمام فادي 1 وفادي 2. أطلقت هذه الصواريخ باتجاه أكثر من منطقة في الجليل الغربي وكذلك في نهارية وفي عكا. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط الصواريخ
داخل نهرية في منطقة نهرية، وكذلك بعد فترة أطلقت صلية صاروخية باتجاه مدينة حيفا وباتجاه عكا. أما في حيفا فقد وقعت أو أصابت الصواريخ منطقة كريات موتسكين، هذه المنطقة الصناعية التي تقع شمال حيفا. بالمجمل بالخلفية استهدف حزب الله اليوم تجمعين، التجمع الأول في مستعمرة المنارة والتجمع الثاني في مسكف عام، ومن ثم استهدف هذه التجمعات مرة ثانية، وبالتالي هو استهداف متكرر باتجاه هذه التجمعات. بالمناسبة طبعا المنارة ومسكف عام نتحدث عن إصبع الجليل مباشرة أمام مناطق الاشتباك في القطاع الشرقي الممتد من كفركلا وصولا إلى ميس الجبل وبليدة وتلك المناطق. كذلك حزب الله استهدف كريات شمونة بصلية صاروخية عنيفة، وبالأمس أيضا استهدفت كريات شمونة بصلية صاروخية عنيفة. وهنا نفتح قوسين هذه الاستهدافات العنيفة لا سيما في منطقة الجليل الغربي، يعني في الشرق هذه المنطقة هناك تحذير جدي من قبل حزب الله بإخلاء من المستوطنين، وهذا ينذر أو كان ينذر بالأمس بأن هناك ارتفاع في منسوب النيران. اليوم من الميدان نلاحظ بأن هناك ارتفاع في منسوب النيران باتجاه هذه المناطق، لأن أكثرها أساسا كانت تقصف بالكاتيوشا إلا ما هو نوعي فيها، ولكن اليوم نرى بأن أغلب الإطلاقات وأغلب الصليات هي من الصواريخ ذات القدرة الانفجارية العالية، ومن الواضح بأنها ترجمة لقرار الإخلاء أو لإنذار الإخلاء الذي أطلقه حزب الله باتجاه تلك المناطق. بالنسبة للعمق اليوم استهدف حزب الله شركة بوديفات، هذه المنطقة أو هذه الشركة تقع في منطقة بارليف الصناعية، منطقة بارليف الصناعية التي تقع في شرق عكا. بالأمس استهدفها حزب الله واليوم استهدفها حزب الله. طبعا نتحدث عن منطقة حساسة للغاية، هذه المنطقة هي منطقة صناعية مرتبطة، بعض مصانعها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالجيش الإسرائيلي بتصنيع المتفجرات، بالقيام بالأعمال الاستخباراتية، يعني هي يد صناعية عسكرية إسرائيلية تدعم الجيش الإسرائيلي بمختلف الأدوات التي تمكنه من تحقيق أهدافه وإجرامه في المناطق التي يقاتل فيها. طبعا استهدفها حزب الله بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بشكل مباشر. الآن طبعا أيضا تطلق صلية صاروخية من لبنان باتجاه إصبع الجليل، هذا الإصبع الذي يتعرض لنيران كثيفة للغاية ومكثفة للغاية منذ ما قبل إصدار الإنذار، ولكن ما الفرق بين ما قبل إنذار حزب الله لهذه المناطق وما بعد انذار حزب الله لهذه المناطق هي القدرة التفجيرية للصواريخ التي تطلق. قبل الانذار كانت تطلق صواريخ ذات قدرة تفجيرية عالية باتجاه أهداف محددة، اليوم نرى بأن أغلب الصليات وأغلب الضربات تكون بهذا الشكل عبر صواريخ ذات قدرة انفجارية كبيرة. طبعا العدو الإسرائيلي كان له اليوم ردات فعل ولا سيما باتجاه القطاع الغربي، سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت بلدات في القطاع الغربي من دير سريان الشعيتي زبئين، كذلك مدينة صور استهدفت بأربع غارات، وقبل في الصباح كان هناك غارة في قلب المدينة أدت إلى ارتقاء أربعة شهداء أحدهم بحالة حرجة، وكذلك سلسلة الغارات التي استهدفت الحنية البرغلية الناقورة العباسية ومختلف تلك المناطق. شكرا جزيلا لك علي مرتضى مراسل ميادين، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. وحول إصابة القيادي مروان البرغوثي وعدد من رفاقه بعد تعرضهم لاعتداءات وحشية في سجن مجدو، وبحسب ما أعلن محامي شؤون هيئة الأسرى والمحررين بعد زيارته مؤخرا للسجن، تعرض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي وعدد من الأسرى إلى اعتداء وحشي من قبل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر. ووفقا للمعلومات تم الاعتداء على البرغوثي عبر أدوات القمع والضرب المختلفة، ما تسبب بإصابات كثيرة في جسده وأضلاعه وأطرافه. وبدأ البرغوثي بالتعافي التدريجي بعد أسابيع من الحادثة دون تقديم علاج له أو أدوية. ينضم إلينا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس. أهلا ومرحبا بك أستاذ قدورة. بداية يعني لو تضعنا في تفاصيل الوضع الصحي للأسير مروان البرغوثي ورفاقه، وأيضا يعني ما قالته فتح بأنه اللجنة المركزية في حركة فتح بأنه هذه محاولة تصفية للقيادي مروان البرغوثي. نعم فعلا هي أكثر من مجرد اعتداء،
إذ أن يعني قوة خاصة من القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون، وكلهم يغطون وجوههم بأقنعة، اعتدوا على 13 أسيرا معزولين في سجن مجده، وهم من كافة التنظيمات والفصائل، على رأس مروان البرغوثي أبو القسام، الذي يعني تميز العنف ضده بأنه كان أكثر وأكبر واستمر لوقت أطول. وهذا يعني يدلل على ما ذهبنا إليه من أن الأمر يتجاوز حدود أنه مجرد اعتداء، علما بأن 41 شهيدا ارتقوا خلال أشهر الحرب، يعني خلال فترة عام، ووفقا للتقارير الطبية الصادرة عن الأطباء التشريح، فإن أكثر من نصفهم قد استشهدوا نتيجة الاعتداءات من نوع الاعتداء الذي تعرض له الأخ مروان البرغوثي ورفاقه في قسم العزل. بالتالي هو شروع في قتل، ولم يكن هناك أي مسببات، لم تكن هناك أي مماحكات، هم جاءوا واعتدوا على الأسرى جميعا، وتحديدا على الأخ مروان الذي أصيب بجروح وردود وتقيع للجروح، يعني إذ لم يقدم له بعد الاعتداء أي نوع من أنواع العلاج. وهذا تقريبا حال الأسرى جميعا الذين يتعرضون بين الحين والآخر لحملات قمع، حتى أنهم في 7 أكتوبر العديد من الأقسام تم اقتحامها وقمعها بسبب مصادفة يوم 7 أكتوبر، يعني لم تكن هناك أي أسباب أخرى. بالتالي الانتقام والجريمة هو سيد الموقف في سلوك الضباط والسجانين، وبتعليمات مباشرة من الحكومة الإسرائيلية. نعم، أشكر كل الشكر أستاذ قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا من رام الله. إلى هنا تنتهي الظهيرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.